اسسمنت سايت. يعني ايش اسسمنت سايت؟ يعني انا من وين بقيس درجة حرارة الجسم بالضبط. في عندي accurate assessment site وفي عندي practical and convenient assessment site. يعني لو بدي اقيس درجة حرارة 100% بدي في عندي بعض اماكن طبعا صعب اقيس فيها، تمام، عشان اقول درجة حرارة مثلا كذا. احنا حكينا احنا درجة حرارة الكور تمبرتشر ادق من السيرفس تمبرتشر، بس الكور تمبرتشر انا ما ممكن اقيسها، صعب ان اقيسها. كيف بدي اقيس درجة حرارة جسم الانسان من القلب، او كيف بدي اقيس درجة حرارة جسم الانسان من البرين او المخ؟ فعشان هيك هذا بنعتبرها اكوريت. بس ايش اللي وصلني للمناطق هذه؟ يعني مش معقولة يجيني بيشنت واروح احط له مثلا قسطرة في قلبه عشان اشوف درجة حرارة جسمه، فهذه صعب. تمام، الاكوريت سايت اللي هي موجودة وين؟ في البرين والهارت ولور ثيرد اوف اسوفيجس، يعني الجزء السفلي من المريء، زائد اليورينري بلادر، المثانة البولية. لكن الأشياء البراكتيكال، يعني الأشياء الفعليا عملية وكونفينينت أنا ممكن ملائمة ممكن أوصلها، زي الأورال سايت. الأورال سايت اللي هو عن طريق الفم، بروكسيمال تو سبلينجوال أرتريز، يعني قريبة من السبلينجوال أرتري، تقريبا نص درجة مئوية below the core، يعني أقل من الكور تقريبا نص درجة مئوية. سيبونا من 0.6 هذه، خلينا على النص عشان ما نتوهش. يعني هي أقل من الكور بنص درجة، أقل من الكور بنص درجة، يعني تقريبا كويس، يعني مش بطالة. يعني فعليا إحنا اللي بنعتمده بقياس درجة الحرارة لباقي السايتس الثانية بنعتبر بناخد درجة حرارة الأورال تمبرتشر الأورال سايت. تمام، متى مش ممكن أنا أستخدم الأورال سايت؟ متى مش ممكن أستخدم الفم لقياس درجة الحرارة؟ هذه بنسميها الكونترا إنديكيشن. للمرضى غالبا عن كوبراتيف، الغير متعاونين، يعني مريض مش متعاون معك، مريض ممكن يتشنج، مريض ممكن يعض على الثيرموميتر بسنانه، ففعليا انا ما بحط له اياه بسنانه، ممكن يضر حاله. متى مش ممكن انا استخدم الاورال سايت، استخدم الفم لقياس درجه الحراره؟ المريض الانكونشس، يعني الغير واعي. ليش؟ عشان انا مش ممكن اقدر احطه تحت لسانه، مش ممكن اخليها البيشنت يسكر تمه. تمام، فعشان هيك المريض الغير واعي ما بستخدم. الفريانج الاطفال ما بستخدم تحت اللسان. تمام، those who have oral surgery، الناس اللي عندهم عمليات في فمهم برضو ما بستخدم الاورال سايت. الماوث بريثر، الناس اللي بتنفسوا عن طريق تمهم، فعليا برضو ما بستخدم الأورال سايت، شان غالبا بتكون درجة حرارة الماوث أقل من الطبيعي، فغالبا ما بتديني قياس صحيح. غير هيك المريض إذا كان هو بتنفس فقط من فمه، فعليا لما تحط له الميزان بدك تخليه 3 دقائق لخمس دقائق ما بتنفس، صعب. يعني إذا كان المريض مثلا عامل عملية في أنفه، عنده انحراف في الأنف، تمام، غالبا بسكروا الأنف تبعه، فمش معقولة تحط له الميزان في تمه لمدة 3-5 دقائق، كيف حيتنفس؟ And those who prone to seizures، الناس هذول اللي ممكن يكونوا عرضة للتشنج، غالبا طبعا contraindication، ممنوع تقيس له درجة الحرارة في فمه، تمام، عشان ممكن يكسر الميزان. النورمال قديش بتقعد المريض الميزان في تمه، غير هذول الشغلات، غير هدول الشغلات، تمام، النورمال بيشنت بتقعد في فم البيشنت من 3-5 دقائق. تمام، الحين في عنا سايت تاني اللي هو الريكتال سايت. الريكتال سايت اقرب مكان للكور تمبرتشر، اقل من الكور تمبرتشر تقريبا 0.1 درجة مئوية. موست اكيوريت سايت، يعني هو ادق واحد. طبعا في عنا اشياء حديث طلعت زي التيمبانيك، بس غالبا هو بضلوا عنا المور اكيوريت سايت حسب الريفرنس تبعنا هذا.
embarrassing العيب فيها انها محرجة، انها بدك تاخد درجة حرارة البيشنت من فتحة الشرج تبعته، محرجة للمريض، فعشان هيك احنا ما بنستخدمها. presence of stool affect the accuracy، اذا كان البيشنت في عنده براز موجود في فتحة الشرج فعليا برضو بتأثر على دقة درجة الحرارة. في كمان شغلات معينة، البيشنتس اللي في معهم امراض غالبا في القلب، فعليا احنا ما بنستخدم درجة الحرارة عشان فعليا بيأثر على نبضات القلب، بيعمل لي حاجة بنسميها الريثميا، عدم انتظام في ضربات القلب. الفترة الزمنية بس دقيقة. طبعا في عند اختلاف بسيط بين ميزان درجة الحرارة تبع عن طريق الفم والميزان تبع القياس عن طريق الشرج، اللي هو في عندنا اختلاف في الريزيرفوار اللي هو اللي بيحتوي على الزئبق، اللي عن طريق الفم بيكون الريزيرفوار تبعه صغير شوية، تبع الميزان اللي بقيس عن طريق فتحة الشرج بيكون الميزان أو مقياس درجة الحرارة، بيكون المخزن تبع الزئبق بيكون شوية أكبر. في عند السايت الثالث اللي هو الأكزيلاري سايت، الأكزيلاري سايت اللي هو تحت الإبط، تحت الإبط اللي هو أقل بنص درجة عن الأورال، مناش نخليها ستة عشان ما نتلخبطش، أقل بنص درجة عن الأورال. فعشان هيك إذا قسنا إحنا درجة حرارة الأكزيلا أو تحت الإبط خليناها غالبا من 3 لـ5 دقائق، أو في بعض كتب تانية بتقول من 5 لـ10 دقائق، تمام، خليناها تحت الإبط وقسنا درجة الحرارة، بزيد عليها نص درجة مئوية. يعني لو أخذنا درجة حرارة لمريض تحت الإبط كانت درجة حرارة 37، تمام، بروح بسجل 37.5 أورالي، تمام، 37.5 أورالي لو استخدمتها. الحين لو ما بديش أزيد عليها النص هذا، تمام، بقول درجة حرارة المريض، تمام، 37 درجة أكزيلري. يعني إيش؟ يعني هذه الحرارة كانت 37، تمام، عن طريق الإبط. فعليا لما نشوفها إحنا في المستشفى بنعرف إن إحنا لازم نزيد نص، عشان عندنا الستاندر تبعنا في المستشفيات اللي هو الأورال تيمبرتشر، درجة الحرارة عن طريق الفم. متى بستخدمها؟ طبعا عندنا في المستشفيات احنا بنستخدم الأكزيلاري طبعا most commonly بشكل يعني كبير جدا. ليش؟ عشان الأسباب هذه اللي هي best site for infants and newborn، يعني كويسة للأطفال الصغار والمواليد الجداد. ايش كمان؟ accessible، يعني سهلة ان اديها للبيشنت وحطها. كمان safe، آمنة. ايش تاني؟ low infection، أقل لانتقال العدوى، وليس امبارسينج، يعني كمان مش محرجة، تمام. زائد الشغلات اللي كانت في الأورال ممنوعة، يعني بيشنت معه كونفالجن ممكن أدي له إياها، بيشنت معه مثلا مشاكل في القلب ممكن أحط له إياها في الأكزيلا. يعني كل الشغلات اللي كانت هناك كونترا انديكيشن في الأكزيلا يعني حتكون انديكيشن لها. في عنا كمان سايت رابع اللي هو in the ear، في الأذن، في الأذن اللي هي قريبة من التيمبانيك ممبرين وقريبة من الهايبوثالامس، فغالبا برضو بتديني، وقريب من الأرتري كمان الكارود الأرتري اللي بغذي الهايبوثالامس، فعشان هيك ممكن تديني برضو كمان درجة الحرارة reliable، يعني صحيحة أو دقيقة. والميزة فيها إنها very fast، يعني إيش very fast؟ سريعة، يعني غالبا سكنز بحطها في اذن البيشنت، تمام تمام، وبقيسها. بس في عندنا شغله مهمه جدا بالنسبه للناس الكبار او الادلت، لما اجي بدي احط الميزان تبع الحراره في اذن البيشنت بدي اشد او ارفع سوان الاذن، سوان الاذن يعني هذا الشيء الخارجي من البيشنت، تمام، الاذن بشده لفوق وبرجعه لورا، تمام. هذا بالنسبة للأدل الكبير. الحين للطفل الصغير بروح أشد لحمية دانه هذه، تمام، لتحت ولورا. ليش بعمل زي هيك؟ فعليا عشان الأدلت أنا لو بدي أفتح أو أخلي القناة السمعية تبعته مستقيمة لازم أشد سواء دانه من فوق بالضبط
لفوق لورا. الطفل الصغير بشد دانه من لحمية دانه هذه لتحت ولورا، بتصير عندي القناة السمعية مستقيمة، فبقدر أدخل الجهاز بشكل سلس وبسيط. طبعا كمان لازم أتأكد أنه ما في عندنا واكس. يعني إيش واكس؟ يعني ما يكون في أذن البيشنت شمع الأذن، تمام، عشان هذا برضو بتأثر على عملية القياس. طبعا عندنا في غزة قليل الشغلات هذه المستخدمة. في كمان عندنا شغلات المستخدمة الانفراريد. الانفراريد كويسة المستخدمة هذه معظم الأحيان، بنستخدمها غالبا على البوابات عشان نقيس درجة حرارة الطلبة اللي بدخلين، عشان إذا كان في إنفلونزا أو كورونا أو أي ارتفاع في درجة الحرارة، تمام. بنستخدم انفراريد ثواني، هي كويسة ومش كويسة في نفس الوقت. كيف كويسة مش كويسة؟ يعني البيشنت إذا كان بيمشي في الشمس فترة كبيرة حتلاقي درجة حرارة شوية مرتفعة. ليش؟ لأنه غالبا بقيس درجة حرارة الشيل تمبرتشر، درجة حرارة خارجية. بيشنت متعرض لجو سقعة، تمام، حتلاقي درجة حرارته شوية منخفضة، فغالبا مش دقيقة. عشان هيك احنا حتى لو منقيس ما بتدين درجة حرارة كويسة، بس الميزة فيها ممكن تبين اذا كان في ارتفاع في درجة الحرارة او ما فيش ارتفاع. في عنا ملاحظة، when measuring temperature from axilla we add 0.5، بلاش 0.5، عنا هنا مكتوب 0.5 0.6، لا خليها 0.5 عشان نوحدها مع باقي الوحدات. When measuring temperature from rectum، لما نقيس عن طريق فتحة الشرج أو من rectum المستقيم، إحنا بنقص نص. لما نقيس من mouth بخليها زي ما هي من غير ما أغير أي شيء. طبعا هاي الأجهزة، في عنا الثيرموميتر، في عنا أنواع، في عنا ديجيتال، في عنا glass، في عنا إلكترونيك ثيرموميتر، الديجيتال رقمي، وفي عنا الزئبقي كمان اللي هو الجلاس. في عنا كيميكال ثيرموميتر، طبعا عبارة عن باتش لزقة معينة بتنحط على الجبهة، تمام، بتغير لون المكونات هذه حسب درجة حرارة الجسم. طبعا مش مستخدمة ومش عملية هذه، طبعا باستخدام الأذن. تمبانيك ثيرموميتر بنسميه. إليفيتد بودي تمبرتشر، فيفر. فيفر معناته حمية. is a condition in which the body temperature exceeded 37.4 درجة مئوية، ازداد درجة حرارة الإنسان عن 37.5، فعليا احنا بنقول عنه مع حمية. a person with fever is said febrile، يعني اي واحد مع حرارة بسميه febrile، واحد فش مع حرارة بسميه afebrile. a هذه نافية او درجة حرارة normal. pyrexia برضو ارتفاع في درجة الحرارة، is a condition in which temperature is warmer than normal، يعني درجة حرارته أعلى من الطبيعي. هايبرثيرميا برضو ارتفاع في درجة الحرارة بس أعلى من البيركسيا وأعلى من الفيفر. condition in which the core temperature is extensively high and temperature exceed 40.6. هذا الهايبرثيرميا طبعا هذه خطيرة. طبعا احنا ايش بنسوي؟ لو قدام شوي بنعرف ايش احنا بنسوي بيشنت مع هاي تمبرتشر او مع هايبرثيرميا. هايبر طبعا مصطلحين، هايبر معناته زياده، ثيرميا معناته درجه الحراره. common sign and symptoms of fever، ايش العلامات مع ارتفاع درجه الحراره؟ ايش العلامات؟ الآن في عنا common signs and symptoms of fever، يعني علامات والأعراض اللي تبين على المريض اللي معاه ارتفاع في درجة الحرارة. pinkish يعني زهري، red flushed يعني تبين لونه أحمر، إذا كان لون بشرته غالبا بيضة فبتلاقيه على أحمر وجهه. دافي عند اللمس، تمام. البيشنت كمان بحس حاله restlessness يعني مش مرتاح in some and extensive sleepiness in others، يعني بتلاقي المريض غالبا مش مرتاح، وبعض ناس تانيين غالبا بتلاقيه نام، خاصة في الأطفال. هذا مجرد البيشنت مرتفع درجة حرارتهم، الأطفال الصغار بتلاقي المريض أو الطفل الصغير بتلاقيه فجأة نايم. irritability
يعني مضطرب، poor appetite يعني عنده ضعف في الشهية، increase perspiration زيادة تعرق. طبعا هذا عبارة عن ميكانيزم انه بتحاول الجسم يخفض من درجة الحرارة. headache صداع، above normal pulse and respiratory rate يعني بيكون في عنا ارتفاع في معدل النبض ومعدل التنفس. disorientation and confusion مضطرب وممكن يفقد الوعي في حالات ارتفاع في درجة الحرارة العالية. convulsions اللي هو تشنجات غالبا بصير مع الأطفال والرضع لما تكون درجة حرارتهم مرتفعة. في كمان البيشنت اللي بيشكم درجة حرارة بيطلعوا غالبا حوالين فمهم، اللي هو حاجة بنسميها بلسترنج. بلسترنج عبارة عن تجمع سوائل زي الحروق، فقاعات صغيرة حوالين اللبس بنسميه بلستر. طبعا هذا بتطلع غالبا مع معظم الناس بعد ما تخف درجة الحرارة منهم. في عنا phases of fever اللي هي مراحل ارتفاع درجة الحرارة. في عنا prodromal phase مرحلة السكون، في مرحلة الأونست أور انفيسيف يعني مرحلة بداية درجة الحرارة أو المرحلة القصوى من ارتفاع درجة الحرارة، في الستيشنري فيز درجة الثبات، في عنا ريزولوشن فيز مرحلة انخفاض درجة الحرارة. يعني جسم الإنسان زي ما احنا شايفين في الدياجرام هذا برودرومال ايش بصير، يعني بداية أو مرحلة غالبا بتكون كاملة مش مبينة، أو بداية ارتفاع درجة الحرارة، بيصير معاه البيشنت ألم في العضلات، بيصير قلة في الشهية تحت البيشنت، يكون ليثرجيك تعبان، زاد هيديك ألم في الرأس أو صداع. في مرحلة الأونست يعني بداية درجة الحرارة البيشنت بيصير بيل شاحب، شيفرينج بيصير يرجف، فيل كولد بحس حاله ساقع، فعشان هيك بنلاقي البيشنت تلاقيه بدأ يغطي حاله. فالمرحلة الستيشنري مرحلة ثبات ارتفاع درجة الحرارة الجسم بصير فلاشت، يعني ايش فلاشت؟ يعني بصير محمر، بصير زي حاس حاله بشع حرارة، فيل هوت حاس حاله ساخن. في المرحلة الأخيرة اللي هي ريزولوشن يعني انخفاض درجة الحرارة، بصير البيشنت سويتينج بيجنز يعني بصير البيشنت يعرق. طبعا غالبا البيشنت بحس حاله عرق غالبا بتكون درجة الحرارة انخفضت. طبعا هذا بسميها الفيزز اوف فيفر او فيسيولوجيكال تشينجز، غالبا بتجينا نظام اختار متعدد. في عندي الفاريشن ان فيفر باترنز يعني اختلافات في نمط درجة الحرارة، يعني بتلاقي في بعض مرضى درجة الحرارة او ارتفاع درجة الحرارة بضلوا لفترة معينة ما بنزل، بتلاقي بعض الاحيان درجة الحرارة بتطلع وبتنزل، في بعض الأحيان بتلاقي المريض فيش معاه درجة حرارة بعدين ارتفعت درجة الحرارة. طبعا هذه لها مصطلحات معينة. أنواع الحرارة، في عنا sustained fever، sustained يعني دائمة مستمرة، remains elevated with little fluctuation يعني بتضل درجة الحرارة مرتفعة وما بصير فيها تغيرات. يعني ايش تغيرات؟ يعني ما بتقل عن الابنورمال، يعني بتكون درجة الحرارة دائما مرتفعة. ريميتنت فيفر درجة حرارة متقلبة، فلكتويت يعني متقلب several degree but never reach normal between fluctuation يعني بتضلها تطلع وتنزل تطلع وتنزل بس ما بتوصل النورمال، هذا بسميها ريميتنت فيفر. في عنا النوع الثالث intermittent fever، بصير فيها fluctuation cycles frequently between period of normal، بصير في عنا ارتفاعات بدرجة الحرارة توصل درجة الحرارة للنورمال وممكن كمان توصل للسب نورمال يعني أقل من الطبيعي، تمام، وبعد هيك بترجع ترتفع مرة تانية مع spikes of fever، يعني بتصير normal وبصير abnormal وبتطلع كمان
أعلى من النورمال، هذه نسميها intermittent fever. في عندنا relapsing fever يعني انتكاسة، انتكاسة درجة الحرارة، recurs after a brief but sustained period during in which temperature has been normal، يعني بترجع مرة تانية للمريض بعد فترة معينة اللي هو المريض كان درجة حرارته نورمال، يعني فترة معينة درجة حرارة البيشنت نورمال فجأة بتلاقيها ارتفعت درجة حرارة البيشنت، تمام؟ يعني البيشنت ما كان عنده درجة حرارة مرتفعة وفجأة ارتفعت، تمام؟ هذا بنسميها relapsing fever. طبعا هذا برضو جدول مهم في الامتحانات. nursing management، كيف بدي اعالج بيشنت في عنده ارتفاع في درجة حرارة البيشنت، يعني كيف بدي اعالج اذا كان في ارتفاع في درجة الحرارة تبعته. fever consider important body defense mechanism for destroying infection او infectious microorganism. اتفقنا عليه من الاول، هذا قلنا ارتفاع درجة الحرارة عبارة عن ميكانيزم يحافظ على جسم الانسان من اي انفيدر، من اي غازي، من اي ميكروب. فعشان هيك غالبا يعني هو ديفنس ميكانيزم بس مش المفروض يزيد عن حد معين. ليش؟ عشان برضه اذا ضرر او اتضررت البكتيريا من هذه برضه الجسم بتضرر من ارتفاع درجة الحرارة. فعشان احافظ على الفيتال اورجان، على الاعضاء الحيوية تبعتي، فمش لازم يزيد درجة حرارة الجسم عن حد معين. كيف بدي احاول احافظ درجة حرارة البيشنت نورمال، يعني within normal range؟ المريض مع حرارة المفروض ازيد كمية السوائل، يعني انا بخلي البيشنت يشرب كمية سوائل كبيرة. ليش؟ الهدف انه يزيد تعرق وبفقد درجة حرارة يرتاح. ليش؟ يعني احنا قلنا في الاكتيفيتي بزيد درجة الحرارة البيشنت، انا بدي اخليه يرتاح عشان تقل درجة الحرارة تبعته. طبعا ندي انتي بايريتكس. يعني ايش انتي بايريتكس؟ خافضات حرارة. في كتير عندنا شغلات موجودة في الصيدليات زي الاكامول، زي الدوكلوفين، زي الكتامول، زي الكتافلام، جميع انواع خافضات الحرارة احنا ممكن نستخدمها. provide light diet low calorie، بحاول ادي وجبة خفيفة ما بتدي طاقة كتير، يعني ما بدي شغلات مثلا بتدي سعرات حرارية عالية زي الفات مثلا، لا بدي شغلات غالبا بتدي سعرات حرارية قليلة. ليش؟ عشان احنا ما بدنا نزيد الميتابوليزم عشان نزيد درجة حرارة. بدي استخدم حاجة بسميها cold compresses، كمادات ماء بارد، غالبا بحطها في الأماكن اللي بكون فيها يعني شرايين أساسية. زي ايش مثلا؟ زي الفورهيد، الجبهة، الأكزيلري اللي هي على الإبط، الجراين أريا، منطقة الفخذ أو بين رجلين، تمام؟ ثم يكون في عنا great vessels، في عنا أوعية دموية كبيرة فبوصل الدم لها، فبصير في عنا تبادل البرد اللي بكون على الكمادات لما يلمس طبعا الدم، تمام؟ سطح الجلد، فبكون سطح الجلد بارد بسبب الكمادات، فبتوصل درجة الحرارة البرودة لباقي أنحاء الجسم. هذا بنسميها طبعا الكوندكشن، أخذناها قبل شوي. apply tipped water to the skin، بخلي البيشنت ياخد شاور في مية حنفية عادية، تمام؟ مش مية ساقعة كتير، خليه يعمل شيفرينج. يعمل شيفرينج البيشنت معناتها تزيد درجة حرارة، بعزز التهوية في الغرفة الموجود فيها. discontinue physical cooling measures if client begins to shiver، يعني البيشنت اذا بدا يعمل شيفرنج، بدا يرجف، انا بحاول اوقف الشغلات هذه عشان الشيفرنج عندي هنا ممكن يزيد درجه حراره البيشنت. طبعا هذول الشغلات انا ممكن استخدمهم في النيرسينج انترفنشن، يعني لما تجيني مثلا كيس ستدي بيشنت عنده ارتفاع في درجه الحراره، انا ممكن استخدم الشغلات هذه كانترفنشن عشان اقلل درجه حراره المريض. في عنا الهايبوثيرميا. هايبوثيرميا طبعا مصطلح عبارة عن هايبو معناته بلو أقل، ثيرميا درجة حرارة منخفضة، يعني condition of subnormal temperature. كور body temperature أقل من قديش؟ من 35 درجة حرارة الكور، أقل من 35. طبعا في عنا تصنيفات هنا مش لازم أنا أعرفها، بس قلت عن درجة حرارة 35 البيشنت بيكون
هايبوثيرميك. حكينا البيشنت مش ممكن يعيش اذا كان درجة حرارته اقل من 28.8 درجة مئوية. السيمبتومز، الاعراض اللي بتصير مع البيشنت او الساينوس سيمبتومز اللي بتصير مع البيشنت لما تنخفض درجة حرارته، بصير شيفرينج، يرتعش until temperature extremely low، كان درجة حرارة منخفضة، pale، شاحب، cool، ساقع، بارد يعني، and puffy، puffy معناه جسمه منتفخ. ايش كمان؟ impaired muscle coordination، بطل التوازن تبعه، normal، تناسق العضلات، قدرش يتحكم في عضلاته. slow pulse and respiratory rate، انخفاض في النبض وانخفاض في معدل التنفس. irregular heart rate، عدم انتظام في ضربات القلب. incoherent thinking، تفكير تبعه مش متطابق او مش منطقي. diminished pain sensation، بقل الاحساس بالالم. طبعا كل الشغلات هذه اللي بتصير معاه بسبب mainly بسبب يعني اساسا خاصه diminished pain sensation بسبب انخفاض تدفق الدم غالبا للاكستريميتيز، يعني كل ما قل الدم للاطراف كل ما البيشنت حس بخذلان فعليا فما بحس بالالم. ايش بدي اسوي مع البيشنت اللي معاه انخفاض في درجه الحراره عكس الشغلات اللي كنت بحكيها في الهايبرثيرميا؟ بدي اعملها هنا، بدي ارفع درجة حرارة البيشنت. اذا كان البيشنت مبلل remove wet clothing to reduce heat loss، بشيل ملابس المبللة اذا كان لابس ملابس مبللة، بدي ملابس اكتر. تمام، put arms and leg like fetus position، بحطه في وضعية الجنين يعني بخلي يقرب جسمه من بعضه، هذا ال positions. cover the head، بغطي راسه، provide warm fluids، بدي سوائل دافية. مساج the skin to produce heat، ممكن اخليه اعمله مساج لجسمه بس اهم شيء يغطي جسمه، ممكن اخليه يحك في ايديه في بعض. في عنا كمان ممكن نعمل له كمادات مية دافية. تمام، كل الشغلات هذه شان انا اتجنب او اعالج الهايبوثيرميا. كمان برجع اقول مرة تانية، هذه الشغلات ممكن استخدمها كنيرسينج انترفينشن لبيشنت مع هايبوثيرميا. الحين الموضوع الثاني عندنا هنا اللي هو البلس في الفيتال ساينز. ايش البلس؟ نبض produced by movement of blood during the heart contraction، يعني عبارة عن حركة الدم في الشرايين ميلي. تمام، بسبب انقباض عضلة القلب. ايش الاحساس اللي بتحس فيه؟ عبارة عن wave like sensation that can palpated in peripheral arteries، يعني عبارة عن احساس بموجات تحت ايد البيشن تحت ايد الحكيم لما تضغط على شريان بتحسه هيك كأنها نبضات. تمام، بسبب دخل القلب للدم. In most adults the heart contracts 60 to 100 times per minute at rest، يعني في الادلت. طبعا احنا هنا مركزين في الادلت، لقدام شوي لما تاخذوا البيدياتريك حتاخذوا قد معروف يعني قديش النبض تبعه غالبا ممكن اسرع. الانسان الطبيعي الادلت البالغ من 60 ل 100 نبضه في الدقيقه في حاله الراحه. بالس ريت، معدل النبض، نمبر بريفرال بالسيشن ان ا مينيت، يعني عدد النبضات هذه في الدقيقه. متى بقول حاجة بسميها rapid pulse rate، ازاد نبض الانسان في الراحة عن 100 نبضة في الدقيقة بسميها rapid pulse rate. او في عندنا مصطلح تاني اللي بسميه tachycardia. tachycardia عبارة عن rapid pulse rate، يعني زيادة في نبضات القلب. طبعا tachy معناتها سريع، cardia اللي هي heart. في عنده مصطلح تاني حاجة بسميها palpitation. palpitation يعني إحساسي بنبضي، يعني أنا إذا كنت قاعد مثلا بهدوء تمام ممكن أنا أحس
أو أسمع النبض تبعي. طبعا غالبا هذه بتلاقيها أكتر موجودة مع الناس الرفاع أكتر من الناس التخان. يعني إيش palpitation؟ palpitation معناته إحساس الإنسان بالheart contraction without having feeling the pulse، من غير ما أنت تحس البلس تبعك، بتحس بالنبض تبعك. هذا ممكن تبين أكتر في ساعات مثلا الإنسان بدأ يجري وقعد في يعني قاعد في مكان هادي، أو مثلا إذا خاف مثلا سمع نبضه بسميه هادي palpitation. في الإشي الثاني بنسميه slow pulse rate عكس التاكيكارديا، بسميها bradycardia، انخفاض في ضربات القلب، طبعا أقل من 60 بالنسبة للأضلت بالدقيقة. طبعا هنا مش هركز أنا على قديش الأطفال، بس انتوا اعرفوا كل ما العمر تبع الطفل كان صغير كان نبضه أسرع، كل ما كبر في السن كل ما النبض تبعه قل. احنا بالنسبة لنا كأضلت المعدل الطبيعي تبعنا وقت الرست من 60 ل 100 نبضة بالدقيقة، هذا بدي اياكم تعرفوا. زي ما اخذنا الفاكتور افكتنج ذا تمبريتشر، هناخد الفاكتور افكتنج ذا هارت، نفس الاشي، كل العوامل اللي كانت هناك موجودة عندنا هنا، بس طبعا هتأثر على الهارت. حكينا في الايج كل ما قل عمر الانسان كل ما كان نبضه أسرع، كل ما زاد عمر الإنسان كل ما كان نبضه أقل. طبعا هي معتمدة على الحجم بشكل كبير جدا، يعني حتى الحيوانات فعليا الحيوانات الصغيرة بكون نبضها أسرع بكتير، الحيوانات الكبيرة بكون نبضها أبطأ، طبعا باختلاف حجم الهارت. كل ما كان الحجم صغير كل ما كان عدد نبضات أكتر، كل ما كان حجم الهارت كبير كل ما كان الضخ أكتر تمام والنبض أقل. في عنا السيركاديان ريذم، حكينا زي ما حكينا في التمبريتشر، السيركاديان ريذم قلنا الساعة البيولوجية، فعليا بقل النبض الإنسان في الليل وبزيد في النهار، طبعا مش بزيد abnormal، لا بزيد يعني غالبا within normal range. الجندر يعني الجنس بين الذكر والأنثى، women is about 7 to من 7 إلى 8 beat faster، يعني من 7 إلى 8 نبضات للدقيقة أسرع من الميل. البادي بيلت حكينا tall person usually slower heart rate pulse than the short، يعني كل ما الإنسان قصر في القامة بتلاقي نبضه أسرع من إنسان طويل وضخم. حكينا يعني غالبا بيكون هذا قلبه أكبر من قلب القصير، قلب الكبير الضخم غالبا بكون أكبر من قلب الصغير أو القصير القزم، فعشان هيك بتلاقي نبض القزم أو الصغير بتلاقيه أسرع من نبض الطويل الضخم. exercise activity normally لما نزيد في عنا ارتفاع الرياضة أو النشاط هتلاقي النبض زاد، عشان يوفر كمية الأكسجين والنيوتريانس والمغذيات للعضلات. stress and emotions طبعا بحفز لي الجهاز sympathetic nervous system تمام، فبفرز الأدرينالين، الأدرينالين هذا طبعا هرمون بزيد ضربات القلب. body temperature طبعا كل ما زاد درجة الحرارة كل ما زاد قبالها النبض، يعني كل زيادة في 1 درجة مئوية بزيد النبض تقريبا من 10 إلى 15 نبضة في الدقيقة. طبعا هذا مهم جدا، ليش؟ أنا ما أنا أجب حس درجة حرارة المريض تمام تلاقي درجة حرارته مرتفعة، طبعا بدل أنه النبض كمان تبعه مرتفع. blood volume excessive blood loss cause the heart and pulse rate to increase، يعني كل ما قل كمية الدم كل ما زادت أو زاد نبضات ضربات القلب، الهدف طبعا يعوض كمية نقص السوائل أو نقص الدم. الدراجز في عنا أدوية بتزيد نبضات القلب وفي عنا أدوية بتقلل نبضات القلب. في عنا حاجة بنسميها برضو مهمة جدا في الكاركترستيك أوف ذا بلس، يعني خصائص النبض، في عنا حاجة بنسميها البلس ريذم، نمط البلس، النمط يعني كيف بيكون البلس، patterns of the pulsation and the pauses between them. في عنا نبضة
لازم يكون منتظم. إذا كان مش منتظم بسميه أرذمية، يعني لازم تكون نبضة ورا نبضة ورا نبضة ورا نبضة. يعني مش معقولة تكون في نبضة بعدين الهارت يوقف شوية بعدين تصير نبضة بعدين تصير نبضتين بعدين يسكت بعدين. لا، لازم تكون كل نبضة ورا التانية بشكل منتظم. الفترة الزمنية اللي بين كل نبضة ونبضة لازم تكون متساوية في الإنسان الطبيعي، غير هيك بكون في عندي abnormalities. إذا كان في عندي abnormalities بسميها arrhythmia or dysrhythmia، يعني عدم انتظام في ضربات القلب irregular heartbeat. في عندي البلس فوليوم، يعني حجم النبضة. طبعا هذه بتحسها انت لما تضغط على الشريان، اذا كان في عندنا نبضة يعني قوية. تمام، طبعا هذه في لها درجات. تمام، كل ما كانت اقوى كل ما كانت الفوليوم اكتر. Identifying the pulse volume، يعني في عندي سكيل هنا، عندي زي مدرج معين او جدول اللي هو كل نبضة. يعني اذا كان في عندي حاجة بسميها الابسنت بلس، ابسنت بلس انا ما بحس اي حاجة تحت ايدي، يعني مجرد ما تحط ايدك على الشريان ما بتحس اي نبض. نو بلسيشن، فيش عندي نبض فيلت ديسبايت اكستريم بريشر، يعني بحط ايدي مثلا على الراديال بلس تمام ما بحس اي شيء. الحين طبعا بحكي لكم وين الراديال وين البريكيال، المواقع هذه مهمة جدا هتحفظوها. في 3D بلس، 3D بلس ضعيف، حتى مش ضعيف أضعف من الضعيف. الويك بلس هو ضعيف، لكن في 3D أو نسميه الخيطي تمام أضعف من ضعيف، يعني بيجي من بين المفش بلس والبلس الضعيف. طبعا هذا البلس أنا صعب أني أحسه لو ضغط على الشريان، ولو ضغط على الايد البيشنت او مكان الشريان بشكل بسيط هتلاقي النبض اختفى، بطلت احس فيه. في عندي الويك بلس، النبض البطيء او النبض الضعيف، بلس طبعا اقوى من الثريدي. ضغط برضو بس غالبا اقوى شوية من الثريدي بلس، ممكن يختفي النبض مش ممكن احس فيه. النورمال بلس، النورمال بلس تمام، طبعا المفروض يكون في الانسان الطبيعي. بلسيشنز فيلت ايزلي، بتحط ايدك مكان الشريان بتحس النبض، بتضغط عليه بشكل يعني وسط ممكن يختفي. في عندي حاجه بسميها الباوندينج بلس، الباوندينج بلس يعني البلس القوي، يعني بتحط ايدك على المكان الشريان تمام وبتضغط عليه بشكل جامد تمام بيختفيش، او بشكل وسط، يعني اللي كان في شكل وسط كان بيختفي في النورمال، في الباوندينج بلس ما بيختفي. طبعا في عندنا درجات في هذا القياس، بس انا تعرفوا لي هذول مهمه جدا، يعني لما الانسان يحكي لك عن نورمال بلس بتعرف له زي هيك. ممكن يجينا برضو مالتيبل تشويس. بلس اسسمنت تكنيك، كيف انا بدي افحص البلس؟ طبعا هذا شغل مختبر، يعني في الكلية اكيد انتوا رحتوا على اللاب تمام واخدتوا كيف تفحصوا البلس. لو ما اخدتوش تمام غالبا هتشوفوه لما تطلعوا في التدريب العملي. primary pulse assessment site، في عندنا الاماكن الاساسية في قياس البلس. طبعا المين سايت عندنا في الادلت احنا بنستخدم الراديال artery، located وين؟ موجود في الانر thumb side of the wrist، يعني عند المرفق، مش عند المرفق، عند الرسغ. طبعا الحين بنشوفه في الصورة. في عند الابيكال radial rate، الابيكال اللي هي عند القلب والراديال اللي هي هذه، يعني معدل نبضات القلب بين هذه وهذه. number of sound heard من أبيكس، الأبيكس اللي هو القلب تمام قمة القلب لعند أو والنبض الثاني اللي بحسه أنا في الراديال، هذا بسميه أبيكال راديال ريت. في لو صار في عندي مشكلة في الأبيكال راديال ريت، يعني الرقم هنا المفروض يساوي نفس الرقم هنا، يعني مش المفروض يختلفن عن بعض. The pulse deficit، حاجة مصطلح بسميه pulse deficit. يعني إيش pulse deficit؟ إذا صار في عندي اختلاف بين الأبيكال والراديال rate، أنا لو حطيت السماعة على الأبيكال على الهارت
وعديت النبضات تمام، وجيت حطيت ايدي على الراديال يعني على الايد تمام، وكان في اختلاف عدد القراءات، يعني كان عندي مثلا هنا 70 وفي الابيكال كان عندي 80. هذه بسميها ايش؟ بلس ديفيسيت، difference between the apical and radial rate. يعني اذا كان في عندي اختلاف بين الموقعين هذول بسميه بلس ديفيسيت. طبعا هذا المصطلح مهم جدا. في عندي القياسات اللي مسميها peripheral pulse sites، في عندي كتير طبعا، في كل مكان في شريان انا ممكن اقيس منه البلس. في عندي temporal، في عندي الراديال هذا الاساسي اللي حكينا عنه هنا، في عندي الكاروتيد شريان الرقبة، في عندي الفومورال شريان الفخذ، في عندي البريكيال شريان الكوع، في عندي البوسير تيبيال في القدم والدوسال سبيدس في القدم، وهذه البوبليتيال اللي هي ورا الركبة، وفي عندي الابيكال اللي هي في الهارت نفسه او في قريب من الهارت. طبعا هي الصورة، طبعا هذه بتوضح، هي التمبورال جنب الاذن بداية الجبهة، الكاروتيد بالرقبة. طبعا هنا بنحكي ديروبالكو، هنا بنحكي عن ارتريز ما بنحكي عن فين. الفين ما بتنبض، الشريان هو اللي بنبض. ليش؟ عشان هو بياخد مباشرة من الاورطة وبيجي مباشرة الدم بنضخ فيه مباشرة، فانت بتحس يعني كل نبضة بتعكس لك الكونتراكشن تبعت الهارت. هاي الابيكس، الابيكس اللي هي حكينا عنها فوق اللي هي الابيكال ريت، يعني باجي بحط السماعة في المنطقة هذه تمام، الفورث انتركوستال سبيس هنا في المنطقة هذه بالضبط تمام، ميديكلابيكولار فورث انتركوستال سبيس يعني بنص عظمة الترقوة في الانخفاض اللي بيجي هنا بين الريبس اللي هي الريشات الرابعة تمام، بحط السماعة لو بسمع النبض تبع الهارت مباشرة بسميه الابيكال او الابيكس اوف ذا هارت. البريكيال هيو هذا في الكوع، هاي الراديال طبعا باجي بحط ايدي هنا بالضبط ذا المريض تمام وبشوف الراديال. طبعا في عندي هنا راديال وفي عندي النر، النر ما بفحص فيه شانه شوي عميق وصغير فبستخدم هذا الجزء. عند الفمورال زي ما حكينا تبع الفخذ، البوبليتيال اللي هو ورا الرجل، دورسال سبيدس من ورا الرجل، في عندي البوستيرو تيبيالس سوري ورا الرجل هنا، وفي عندي دورسال سبيدس على مشط القدم من فوق. طبعا هدول السايتس مهمات جدا جدا جدا، يعني لما تطلع عملية فعلية لازم الطالب يكون عارفهم ويعرف يقيس من خلالهم. طبعا حكينا اذا صار في اختلاف، اذا عديت هنا وصار في عندي الرقم اللي هنا بيختلف عن الرقم اللي هنا، يعني طلع معي هنا مثلا 90 وطلع معي هنا 70، ايش بسميها هذه؟ بسميها بلس ديفيسيت، لازم يكون عند الرقم اللي طلع هنا بيساوي الرقم اللي طلع هنا.